البارحة صورنا لكم ساحة الجمهورية في أرمينيا في وقت العصر، كان الساعة الخامسة تقريبا 35 دقيقة. اليوم صورناه لكم في الليل حتى نشوف الفرق. هذه الشجرة استغرقت 2 إلى 3 أسابيع لتحضيره. ارتفاع الشجرة 33 متر يمثل عمر السيد المسيح عندما صلب. وهذه ساحة الجمهورية، هذا المتحف، ويشوف العالم بالرغم من درجة البرودة 8 تحت الصفر، لكن العالم طالعين يحتفلون بأعياد الميلاد وأعياد رأس السنة. اللي فات حضور أرمينيا في هذا العام يقدر يهيئ نفسه على السنة القادمة إن شاء الله. أريد أن نعلمكم بأن الاحتفالات في أرمينيا تبدأ من قبل رأس السنة بأسبوع 10 أيام وتستمر. أرمينيا يكون دائما بهذا الشكل. هناك احتفالية أخرى يوم 13/1 اللي يحتفلون بأرمينيا في مناسبة رأس السنة القديمة حسب التقويم الجريجوري. احنا طبعا بابا نويل، الاطفال يجون حتى يصورون وياه.